السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا اليومي إن شاء الله في درس جديد ومعلومة جديدة بتفيدنا وبتهمنا في مجال مكافحة الصحة العامة. يا أتمنى من الله إن هي تفيدكم وتنال رضاكم. هنتكلم النهاردة في درس النهاردة عن الصراصير الألماني، صراصير المطابخ، وإيه اللي بيميز المهندس أو إيه اللي بيميز الشركة عن شركة تانية. تعالوا بينا نكمل ونشوف نقول إيه في الحلقة. يا ريت اللي بيشوف الفيديو لأول مرة ما ينساش يدعي لوالدته بالرحمة والمغفرة وسائر أمتنا جميعا. تعالوا بينا نكمل ونشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الصراصير الألماني، أو اللي ما يعرفش الصراصير الألماني هي صراصير المطابخ. أي حد من رباط المنازل بالنسبة لهم وأول مرة يتفرج على الفيديوهات بتاعتي أو يدخل على القناة بتاعتي، بالنسبة له الصراصير كلها أنواع واحد لأنه مش متخصص. لما يدخل عند القناة ويبدأ يتفحص الفيديوهات الموجودة هيبدأ يلاقي نفسه بقى فاهم وواعي في مجال مكافحة الصحة العامة. احنا النهاردة هنتكلم عن الصرصور الألماني، وده نوع من 3 أنواع للصراصير. كنا شرحنا في حلقة سابقة، هتبان عندكم في الآي اللي فوق، تمام؟ النهاردة بنتكلم عن الصرصور الألماني أو صرصور المطبخ، وده أكتر الصراصير شيوعا في الحشرات الزحفة. اغلب الشكاوى اللي بتجيلنا من رباط المنازل بخصوص الصرصار ده: عندي مطبخ، المطبخ فيه صراصير بكميه كبيره. المشكله اللي بيقع فيها اغلب ستات البيوت ان هم بينتظروا الحشره تزيد وبكثافه. طول ما هي بيشوفوا اعداد فرديه ما بيتكلموش، بيظنوا ان الحشرة تبقى موجودة النهاردة ممكن تموت يوم بعد يوم او 2 او 3. لكن بيقع في كارثة ان صراصير كثافتها بتزيد لدرجة ان هي بتبقى قنبلة موقوتة داخل المطبخ وبتنفجر، وتبدأ صراصير دي تهرب لباقي اركان الشقة. يوم بعد يوم يوم بعد يوم الصراصير دي بتبقى وباء في الشقة، بتكون في اي مكان، على الحيطان، على الستاير، على الارضية، حتى في الأجهزة الكهربائية هتلاقي داخلها في صراصير. ده الوباء ده كان في بدايته صرصار واحد بس وانتشر. ست البيت ما كانتش متحمسة أو متحفزة إن هي تبدأ تشوف إجراءات المكافحة عندها، أو تبدأ تتصل بشركة من الشركات المتخصصة في المجال اللي بدورها هتيجي وتبدأ ترش لها في البيت عندها وتريحها من الصداع ده، لان طبعا شيء مقزز ان يجي عندك ضيف ويقعد ويلاقي صرصار خارج قدامه بيتحرك من مكان لمكان، انت اساسا او انت متبقاش عارف تقول ايه في الموقف ده، موقف لا تحسد عليه. المفروض حضرتك تبقى عارف او تبقى ملم بكل حاجه حواليك، ما تقولش انا ماليش دعوه بالموضوع ده، او ايه اللي هيشغل تفكيري لما اعرف الصرصار ده بيجي منين وبيروح ازاي وايه الاجراءات بتاعته عشان ما يجيبوش اصلا داخل شقتي. لازم تكون عندك واسع المعرفة والاطلاع في كل المجالات حواليك، العلم بالشيء ولا الجهل به. تبقى عارف المعلومة وتبدأ تخزنها عندك، هتحتاجها وقت الحاجة ليها، مش هتخسر عليك انك انت تعرف المعلومة دي، تمام؟ بنقول لحضرتك او بنقول لحضراتكم ان اغلب الشكاوى بتجيلنا او بتيجي لشركات المكافحة عموما من الصرصار الالماني او من صرصار المطبخ. لو العميل ما يعرفش نوع الصرصار بيوصف الوصف الظاهري، بيقول ان الصرصار اللي موجود عندي في شقتي موجود في المطبخ، والموضوع استفحى الامر وبدا الصرصار اشوفه في كل حته في الشقه، لدرجه ان انا مكسوف اجيب حد عندي شقتي ضيف يخش شقتي ويلاقي عندي في صراصير. الحقني يا باشمهندس الله يخليك، تمام؟ يبقى دلوقتي هندخل بقى في المرحلة التانية. ايه اللي بيميز المهندس عن مهندس تاني؟ ما هو مهندسين كتير جدا الاف في السوق. ايه اللي يميزني عنهم؟ او ايه اللي يميزك انت وانت بتكلمني دلوقتي وانت شايفني، اللي بيميزك انت عن اي حد غيرك في السوق؟ لازم تتميز بشطارتك، باحترافيتك، بدقتك، الدقة دي في التنفيذ، الدقة دي في المواعيد، حتى في وقت وصولك عند العميل. أدق تفصيلة العميل بيقارنها، لأن العميل ده وارد إنه اتصل بشركة واتنين وتلاتة، والكلام ده سبق وشرحناه قبل كده.
بس التكرار بيعلم الشطار. تمام. المهم الدقة والاحترافية اللباقة دي كلها مقومات مهندس محترف بتؤهلك تسبق المهندسين اللي قبلك في المجال، لان وارد ان في مهندس قبلك في المجال بالاسم بس ان هو اقدم منك لكنه محلك سر، مش بيطور نفسه، مش بيجري ورا المعلومة الجديدة ولا التطبيق الجديد ولا البرنامج الجديد ويبدأ يعرف وياخد خبرة فيه. انت ممكن تسبق بالكلام ده لو انت عندك طموح وعندك حماسة تكون وسط الشخصيات المتميزة على الساحة، او لو حضرتك مهندسة ممكن تكوني ببساطة وسط الساحة مع العمالقة من المهندسين الجديرين ان هما فعلا يكونوا مهندسين، لا بيقول معلومة مضللة ولا بيقول معلومة مزيفة ولا بيقول معلومة كاذبة، اللي هو بيرب الرعب عند ربات البيوت والناس اللي مش متخصصة. والكلام ده برضه شرحناه في فيديو سابق عن بق الفراش وعن الرعب اللي بيسببوه النوعية دي من المهندسين، وللأسف بيتقال عليهم ان هم مهندسين بيضللوا الناس بكلامهم وبيرعبوهم. حرام عليكم تقول لا. نرجع تاني لموضوعنا، حضرتك جالك الاوردر، هتبدأ تختار المعدة، هتبدأ تختار المبيد، هتبدأ تختار لو في حد من الطقم معاك هيساعدك الأكفأ ويبدأ يتواجه معاك لمكان الاوردر. هتبدأ تروح الاوردر في ميعادك المظبوط المتفق عليه، هتبدأ تشوف اجراءاتك الاول، اجراءات الامان ليك والطقم بتاعك ولصاحب البيت، تشوف في افراد موجودين، في الست موجودة، في اطفال، في حيوانات اليفة، في كبار سن، تبدأ تخليهم من المكان قبل ما تبدأ تشتغل. يعني طبعا 90% من اوردراتك هتنفذها بمبيد ليه ريحة. تمام. فعلشان اجراءات الاوليه للسلامه والصحه المهنيه تخلي البيت تماما من الافراد اللي فيه، هتبقوا انتوا بس متواجدين بسبب وجود الماسكات اللي انتوا بتبقوا لابسينها. تمام. وما تنساش بعد تنفيذ الاوردر برضو اشتراطاتك تكون ماشيه وصريحه ان البيت يفضل مغلق فتره الامان المنصوص عليها واللي انت هتقول لهم عليها، ان هو ما يرجعش البيت الا بعد مرور وقت زمني انت اللي تحدده حسب نوع الحشره وكثافتها اللي موجوده عند العميل. تمام. التقفيل الكويس عند العميل، والتقفيل ده بيكون لمختلف انواع الحشرات مش للصرصار الالماني بس. يعني انا لو بكافح بقى فراش برضه هقفل كويس. ليه؟ احنا قلنا يا جماعه المبيد ديناميكيات عمله ازاي؟ ان هو بيفتت ذرات الاكسجين اللي في الجو وبيحولها ثاني اكسيد الكربون اللي هو هواء الزفير. الحشره مش بتلاقي هواء تتنفسه فبتخرج من الاماكن الضيقه اللي هي مستخبيه فيها عشان تتنفس هواء لانها هتتخنق وتموت. ما بتلاقيش هواء تتنفسه فبتموت. يبقى احكام الغلق، لو انا عندي مطبخ احكام الغلق في المطبخ عامل كويس جدا. يبقى احكام الغلق مع كميه المبيد اللي مغشوشه هما الاثنين اسوية او سوا بيكونوا في صالح مكافحه كويسه جدا ومكافحه على احسن وجه. تمام. يبقى بشتغل بقى فراش لازم اقفل كويس، ما ينفعش اشتغل وفي شباك عندي مفتوح، في بلكون مفتوح، في شفاط شغال واقول عادي مفيش مشكله. لا، حتى لو العميل قال لك سيب الشباك مفتوح قول له ما ينفعش، سيب الشفاط مفتوح قول له ما ينفعش، حضرتك جايبني عشان انا متخصص وانا فاهم، فما ينفعش حضرتك تقول لي اعمل ايه، انت جايبني علشان اقضي لك على المشكله اللي عندك. والكلام بنفس اللفظ، انت جايبني عشان اقضي على المشكله، فمش هينفع اسمع كلام حضرتك وخصوصا لو كلامه غلط. ببساطة لو الشفاط شغال وانا برش المبيد يبقى الشفاط هيسحب كل المبيد اللي انا رشه وهيخرجه بره البيت. نفس الموضوع لو الشباك مفتوح، نفس الموضوع لو بلكون مفتوح، هياخد الهواء المحمل بذرات المبيد ويبدأ يبعده لبره الشقة، يبقى انا ما استفدتش والحشرة هتفضل عايشة وهتتصل بيا تاني يوم في التليفون وتقول لي الحق شغلك ما جابش نتيجة.
وقت ما اقول لك انت اللي قلت لي اعمل كده هتقول لي انت ليه اتصرفت؟ ليه سمعت كلامي؟ يبقى من باب اولى حضرتك لما العميل يقول لك غلط ما تسمعش كلامه. قول له حضرتك انا هعمل 1 2 3، عاجبك ولا امشي؟ ما هو انت يا اما تشتغل صح وسمعتك بتبنيها من اول اوردر بتعمله. يعني سمعتك كمهندس بتبنيها معاك من اول اوردر بتعمله. اوردر صح امشي فيه صح، علشان سمعتك لما يجي العميل او العميله تشكرك حاجه كبيره جدا عندك، وتبقى ترفع لك من روحك المعنويه وهتحمسك. كلمه الشكر دي لو دقيقه واحده او ثواني بتتقال لك هتغنيك عن تعب يوم كامل قضيته مع نفس العميل علشان تقضيله على المشكله اللي انت قعدت تشتغل فيها ساعات طويله. مجرد الشكر من العميل هيفرحك ويسعدك، لكن كلمات الذم هتفضل فاكرها لمده طويله. هتجرب بنفسك وتشوف كلمه شكر ولا كلمه ذم. وانت اللي هتقولي في الكومنت تحت لو بتشوف الفيديو ده اول كلمه شكر وصلت لك امتى، واول اوردر اتذميت فيه كان امتى. تمام، نفذت الاوردر بتاعك. وما تنساش اجراءات الامان والسلامه، بتخلي المطبخ من الاواني، اطباق، اي حاجه بيبدا يستخدمها العميل بتخليها. الاجهزه بتسيبها، البوتاجاز بتسيبه، الثلاجه بتسيبها، الاجهزه الكبيره بتسيبها، بتخلي الحاجه دي بحيث ان المطبخ يبقى فاضي قدامك، علشان برضو انت بتشتغل بمبيد. حتى لو انت بتشتغل بمبيد عديم الريحه، ده في الاول وفي الاخر اسمه مبيد حشري، عشان يبقى لا ضرر ولا ضرار. اخلي المكان هيبقى فاضي قدامك، والمساحة هتكبر قدامك، توسع، والرؤية هتتضح قدامك. هتبدأ ترش بغزارة، وفي نفس الوقت ما تبقاش عندك قلق ان الرش بتاعك ممكن يجي على طبق، على حلة، على السكينة والاشياء دي. ترش، تقفل، يعني ترشيت قفلت، ادي معامل الامان بتاعك مع العميل، ما تفتحش الا بعد كذا كذا وقت، وتبدأ عملية النظافة بتاعتك. ده الإجراء الصحيح. اللي بيفرقني دقتي، الملاحظات بتاعتي اللي بقولها للعميل. ولازم لازم أخد في بالي إن أنا مش رايح أرش وأمشي، لا، أنا رايح أقضي على مشكلة وأقول للعميل مصدر المشكلة كان إيه عندك، عشان ما يقعش العميل في نفس المشكلة تاني. يبقى انا دلوقتي قضيت له على المصدر. حضرتك الصرصار بيخش عندك من المكان الفلاني، لازم تقفله. انت حضرتك عندك، لو هو مطعم، انت حضرتك عندك بتسيب القمامه لفترات طويله، بيبدا يتجمع عليها الحشرات باستمرار، تخلص من القمامه اول باول. البلاعات عندك لازم تنظفها، ولازم يبقى في صيانه مستمره. تمام، اي بوكسات داخله عندك المكان، اي حاجه جايب بيها اكل، تشوف في بيض صرصار، في صرصار ولا مفيش. انبوبه البوتاجاز كنت شرحتها قبل كده، لو احنا برضو بنتكلم بس بالمره بنقول الانبوبه برضو من تحت القعر بتاع الانبوبه بيبقى فيه داخل، خصوصا الناس اللي بتيجي الانبوبه بتاعتهم بتخلص، فبيجيبوا انبوبه من الخارج ويدخلوها يحطوها مكانهم جنب البوتاجاز في المطبخ. برضو بيكون فيها من تحت في القاع من تحت صرصار او بيض صرصار. احنا قلنا الاجراء الطبيعي بناخده على البانيو في الميه السخنه، وننقع الاسطوانه البوتاجاز او انبوبه البوتاجاز فيها لمده ربع ساعه في الميه السخنه. تمام، بيبدا يقضي لي على اي بيض صرصار بيقع مع الميه السخنه، او حشره كامله برضو بتقع مع الميه السخنه. طبعا احنا بنتكلم ميه سخنه علشان في ناس يعني ظريفه هتبدا في التعليقات وتكتب ما هو الميه السخنه هتخلي الانبوبه تنفجر. انا بقول لحضرتك ميه سخنه، مش بقول لك تحطها على النار. ميه سخنه بتخلي البيض ينزل في ميه في البانيو، وبتخلي الحشره كامله تنزل برده في البانيو ميته. هتاخد الاسطوانه تحطها في مكانها جنب البوتاجاز. يبقى انت كده قضيت على مشكله الصرصار نهائي عندك في المطبخ. النظافه المستمره، الشمس يا جماعه مضاد حيوي، ربنا جعلها لينا مجاني. لازم افتح اغير هواء الشقه بتاعتي، ما بقاش في جو رطب. النظافه مستمره، مفيش بواقي اكل وشرب عندي في المطبخ. اتخلص من اي بواقي اكل وشرب عندي في المطبخ. المطبخ كده مفيش اي عوامل تخلي الصرصار يعيش في المكان ده، لان لا في اكل ولا في شرب. اخد بالي
من السباكه عندي في ميه، في تسريب ميه، في مشكله في السباكه، على طول ما انتظرش ابدا اصلح المشكله عندي في السباكه او في الصرف الصحي، علشان اي حشره مهما كانت ممكن ما تاكلش او تصبر الاكل الايام، لكن لازم تشرب، لكن لازم تشرب ميه. فلازم لو في عندي مشكله في الـ في الـ في الـ في الـ في الصرف الصحي او في مواسير الصرف الصحي، لازم على طول اجيب الحد متخصص يصلحها لي عشان المشكله دي لا تعود تاني. تمام. اتقفل، رشيت، تاني يوم تتصل بالعميل تتابع شغلك. حضرتك انا جيت لك امبارح، ايه الاخبار دلوقتي؟ انت نظفت خلاص الشقه، نظفت خلاص المطبخ، طب ايه الاخبار؟ هقول لك كويس جدا، الصراصير بدات تقل او الصراصير انتهت تماما، مفيش عنده صرصار وكل الصراصير عندي ميته. الكلام ده او الكلمتين دول هيسعدوك، هيسعدوك. تمام. ده هيتكتب في سيرتك، او المهندس الفلاني المهندس جدير محترف، مهندس لما بينزل اوردر بيكون قد الاوردر، مفيش غلطه بتيجي منه. الصرصار الالماني عايز نظافه مستمره، عايز متابعه مستمره، عايز من اول ما اشوف الصرصار ابدا اشوف اجراءاتي ايه، ما ونش، لان الصرصار النهارده واحد بكره اتنين بعده ثلاثه بيتكاثر بسرعه رهيبه، وهيخرج كان في المطبخ بس في نطاق محدود في المطبخ، بدا النطاق يوسع بقى المطبخ كله، خرج بره المطبخ وفقدت السيطره عليه. يبقى لازم من اول ما اشوف اول حشره من الصراصير ابدا على طول اجراءاتي، واشوف شركه محترمه تبدا تشتغل عندي في البيت بتاعي عشان تقضي على المشكله، علشان لو حد جالي البيت عندي ميبقاش قاعد وانا محرج منه ان في صرصار خرج وشافه الزائر اللي قاعد. يبقى انت اول حاجه وانت برضو اخر حاجه، اهتمي بالمكان بتاعك، اهتمي ببيتك، جددي هواء البيت باستمرار، نظافة مستمرة باستمرار، أي شيء غريب، أي حاجة جاية، أي صندوق تفتشيه ممكن يكون فيه بيت صرصار، ممكن يكون فيه حشرة الصرصار تخش عندك، هتبدأ تتوالد عندك وتزيد عندك. تهتمي بنفسك، اهتمي بالبيت، وشوفي لو في ضرورة لاستدعاء الشركة في أسرع وقت، اتصلي بشركة محترمة محترفة سمعتها طيبة في السوق، وابدأي تعاملي وتواصلي معاهم. لو في عند حضرتك أي تساؤل اسألني وأنا هرد عليك. يا ريت لو بتشوفني لأول مرة إذن وليت بالرحمة والمغفرة، وسائر أمواتنا جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.